النقطة التانية معانا في الشابتر أو في الانفايرومنت هي الـ OPE أو الـ Organizational Process Assets. كنا قلنا عن الـ Organizational Process Assets إن هي عبارة عن أصول بس مش Physical Asset، مش زي مثلا الماكينة أو مش زي مثلا الأرض أو العقار، دول كلهم بيكونوا Physical Asset. لا، هي أصول تنظيمية. يعني إيه أصول تنظيمية؟ يعني حاجة الشركة قعدت تعبت فيها وعملتها وبقت واحدة من العناصر التنظيمية المهمة اللي أنا هحتاجها فيما بعد، اللي عايز إن أنا أحافظ عليها، وعشان كده بتتسمى Asset أو أصل من الأصول. وكنا قلنا إن هي مقسومة حاجتين، جزء خاص بالبروسيس والبوليسيز والبروسيجر، والجزء الثاني خاص بالنوليدج بيز. نبدأ الأول في الجزء الخاص بالبروسيس والبوليسيز والبروسيجرز. بس قبل ما نبدأ فيه، كان ذكر الكتاب كده ان الفيرست كاتيجوري تو بي ابديتد مش من البروجكت تيم، ولكن من البي ام او، البروجكت مانجمنت اوفيس، هو اللي بيكون حريص على ان هو ينشئ البروسيسز دي وانه يعمل لها ابديت. يعني لو ناخد مثال زي بروسيس خاصة بإزاي إن أنا أعمل كوست استيميشن لبروجكت، اللي هيعمل البروسيس دي هيكون البي ام او، هيكتب فيها إيه؟ هيقول إن الخطوات هي كالتالي: 1 2 3 4، أنت المفروض عشان تعمل كوست كنترول أو كوست استيميشن لبروجكت تعمل إيه؟ تبدأ تجيب المشروع، تحلله، تطلع عناصر، تبدأ إن أنت تجمع ريتس مثلا، تطبق الكلام ده، تطلعه بشكل إزاي، إيه الفورمز اللي هتستخدمها في الموضوع ده كله. فكل ده ممكن يكون من ضمن البروسيس اللي انا هستخدمها. مين اللي هيعمل البروسيس؟ مش البروجكت تيم، لكن البروسيس هتكون موجوده في الشركه بالتبعيه والبروجكت تيم هيستخدمها. لكن ده ما يمنعش ان هو ممكن البروجكت تيم يعمل تيلرينج للبروسيس دي او للاسيت ده عشان يبقى مناسب للبروجكت بتاعه. هو شايف ان البروسيس مكتوبه بشكل جنرال مش هتكون مناسبه بشكل ما للبروجكت، فهو محتاج يعمل لها عمليه تيلرينج بس. فقال ان بعض المنظمات ممكن ان هي تشجع التيم ان هو يعمل تيلورينج للتمبلت او اللايف سايكل او التشيك ليست. وقال السكند كاتيجوري ان هي ابديتد خلال المشروع، لان هي عباره عن نوليدج بيز. انا خدت مثلا مجموعه نوليدج من مشاريع قديمه وهبدا ان انا ازود عليها واحط بقى البروجكت ده كان موجود فيه ايه دوكيمنتس وتعلمنا او استفدنا منه ليسونز ليرند معينه ان انا اضيفها، وبروجكت دوكيمنتس معينه ان انا اضيفها. هيدخل على النوع الاول اللي هو البروسيسز والبوليسيز والبروسيجر. الكتاب قسمهم لثلاثه كاتيجوري: الكاتيجوري الاولى اللي هي انيشيتنج وبلاننج، الكاتيجوري الثانيه اكسكيوشن ومونيتور كنترول، والكاتيجوري الثالثه الكلوزنج. يعني الموضوع للتنظيم بس، وان كان بعض المؤسسات الثانيه بتقسم البروسيسز او البوليسيز او البروسيجر بالفانكشن مثلا. يعني في بروسيس خاصه بالاتش ار، بروسيس خاصه بالفاينانس، بروسيس خاصه بالبروجكت مانجمنت، والبروسيسز الخاصه بالبروجكت مانجمنت ممكن نقسمها حاجات خاصه بالتايم، حاجات خاصه بالكوست، حاجات خاصه بالكليمز، بالبروكيورمنت. فمش معتاد يعني ان هي تتقسم بالطريقه دي، بس خلينا نلتزم بالكتاب قال عليه. فقال في حاجات بتكون في الانيشيتنج والبلاننج زي الجايد لاينز فور تيلورينج، لان ده اول حاجه انا محتاج اعرفها. انا عندي مجموعه من البروسيس هستخدمها على طول ولا هعمل لها تيلورينج؟ طب لو اعمل تيلورينج ده هعمله ازاي؟ محتاج بروسيجر معين يوجهني. زي ما بنلاقي احيانا في البروسيجرز مثلا بتاعت منظمه معينه او شركه معينه، نلاقي ان اول بروسيجر اسمه هاو تو كرييت او هاو تو ديفلوب ا بروسيجر، ازاي تعمل بروسيجر، عشان بعد كده لما تيجي تقرا البروسيجر اللي موجودة تعرف احنا عملناها مثلا ازاي، او لو عايز تعمل بروسيجر جديد تتبع البروسيجر ده بتاع how to develop او how to create a procedure. والنقطة الثانية اللي هي الستاندرز، organizational standards زي البوليسيز، بوليسيز لوائح او سياسات خاصة بقسم معين من الاقسام. هنا بدأ ان هو يقسم حاجات للهيومن ريسورس، للهيلث اند سيفتي، سكيورتي، كواليتي، العناصر دي كلها، الانفيرومنتال، ممكن ان هي يكون ليها بوليسي معينة. وبعد كده اتكلم على البرودكت اند بروجكت لايف سايكلز، ان اللايف سايكلز بتختلف من شركه لشركه، من نوع مشاريع لنوع مشاريع تانية. طيب لو في نوع مشاريع معين احنا معتادين في الاورجنايزيشن ان احنا نعمله، طيب نعمل التمبلت الخاصه بالبروجكت لايف سايكل.
وبدأ بعد كده يتكلم عن التمبلتس. التمبلتس مش شرط ان هي تكون فورم، لا ممكن تمبلت عبارة عن فايل كبير شوية زي البروجكت مانجمنت بلان، باعتبار ان انا مش كل مرة هبدأ ان انا اعمل كرييت للبروجكت مانجمنت بلان فروم سكراتش او ان انا ببدأ من الصفر يعني، لا انا محتاج ان تكون في حاجة جاهزة وابدأ ان انا اعمل فيها عملية تيلورينج بسيط، اغير حاجات معينة باعتبار ان انا اوصل للبروجكت مانجمنت بلان بشكل اسرع. البروجكت دوكيمنتس الخاصة بالمشروع، البروجكت ريجستر، الريبورت فورمات، الكونتراكت تمبلتس، باعتبار ان كل دي تكون تمبلتس موجودة جاهزة ما بدأش ان انا اعملها من اول وجديد. الريسك كاتيجوريز، ايه هي الفئات بتاعت الريسك مثلا ان انا ممكن استخدمها، وجميع عناصر الريسك بعد كده هتدرس في شابتر الريسك بشكل اكثر تفصيلا. البري ابروفد سبلاير ليست، لان دي واحده من الاسيتس المهمه، انا عندي مثلا فيندر ليست او سبلاير ليست، الليست دي مكتوب فيها اسماء سبلايرز معينين متصنفين بالكاتيجوري، مثلا حاجات خاصه بالكهرباء، حاجات خاصه بالميكانيكا، حاجات خاصه بالفينيشز. طيب ليه تعتبر واحده من الاسيتس؟ لان انا قعدت تعبت فيها وعملت بري كواليفيكيشن للاورجنايزيشنز او للسبلايرز دول طبقا للمعايير بتاعتي، هل هم مرضيين ولا لا، ولما لقيتهم ان هم acceptable فبدأت ان انا اضيفهم للفيندر ليست، فبالتالي اتعمل فيها مجهود. المجهود ده ما ينفعش ان انا ارميها بعد كده وابدأ المجهود ده من اول وجديد، لا بقت واحد من الاصول اللي عندي اللي بعد كده هتستعمل في مشاريع تانية. دخل على الكاتيجوري اللي بعديها اللي هي العناصر الخاصه بالاكسكيوتنج والمونيتور والكنترول، وبدا الاول بالتشينج كنترول بروسيجر سواء خاص بالاعمال او بالدوكيومنتس اللي هي زي البوليسيز والبروسيجرز مثلا والبروسيس. لو انا عايز اغير حاجه من الحاجات دي هغيرها ازاي؟ سواء كان واحد من الاعمال مثلا بتاعه السكوب بتاع المشروع انا عايز اعمل تغيير معين، طيب اغيره ازاي؟ ايه هو البروسيس او البروسيجر اللي انا المفروض اتبعه عشان اعمل التغيير؟ اعمل اجيب فورم معين واكتب فيه التغيير بشكل معين، طب هرفعه لمين؟ مين المسؤول؟ طب بيرد عليا في وقت قد ايه؟ طب مين اللي عنده صلاحيه الاعتماد؟ العمليه دي هتمشي ازاي؟ ايه الفورمز اللي انا هستخدمها؟ وهكذا. ممكن اعمل الكلام ده لجزء من المشروع او ان انا اعمله للبوليسيز مثلا لو انا عايز اغير البوليسي نفسها. التريسابيليتي ماتريسز او ماتريكس، الماتريكس دي هنتعرف عليها بالتفصيل خاصه بالتريسابيليتي في الشابتر بتاع السكوب، عشان نحنا نجمع الريكويرمنتس بتاعت المشروع ونبدا ان احنا نعمل لها ليستنج، يعني نذكرها على شكل ليست او على شكل عناصر، وابدا ان انا اتابع هل فعلا اتحققت الريكويرمنتس دي ولا لا من خلال التريسابيليتي ماتريكس. الفاينانشال كنترول بروسيجرز، وان كانت معظم الامثله اللي اتذكرت فيها مش شرط ان كلها فاينانشال، بس يعني هي ايه بروسيجرز خاصه بالكنترول زي التايم ريبورتنج والاكسبنشرز المصاريف، الديسبيرسمنت ريفيوز مراجعه المصروفات برضو، والاكاونتنج كودز، الاكاونتنج كودز اللي هي الاكواد اللي انا ممكن انظم بيها المصاريف من خلال كوست اكاونتس معينه عشان اعمل كاتيجوريز للكوست بتاعتي. الستاندرد كونتراكت بروفيجنز، لو في شروط معينه تعاقديه ممكن ان انا استخدمها كشكل ستاندرد. الايشو مانجمنت بروسيجر، لو عندي ايشو معينه ازاي هعمل لها ديفاين وازاي هعمل لها اسكاليشن لغايه ما اوصل ان انا حليت الايشو نفسها. الريسورس افيلابيليتي كنترول اند اساينمنت مانجمنت، ازاي ان انا مجموعه الريسورسز اللي موجوده عندي في الاورجنايزيشن ازاي هستخدمهم، ازاي ان انا اعمل لهم اساين على بروجكت معين، يعني مثلا في مجموعه من الستاف او الامبلويز اللي موجودين عندي الموظفين او المهندسين او ايا كان اللي موجودين وانا عايز اعمل لهم اساين على مشروع معين، فبالتالي ايه البروسيجر او الطريقه اللي انا ممكن اتبعها. الاورجنايزيشنال كوميونيكيشن ريكويرمنتس، الكوميونيكيشن هنا مش شرط ان هي تكون اتصال تليفوني او ايميل، يعني حتى عمليه الريبورتنج ده يعتبر كوميونيكيشن، البرزنتيشن ده يعتبر كوميونيكيشن، فهو هنا بيقول لي هل في اشتراطات معينه زي مثلا التكنولوجي الافيلابل الناس بتستخدمها عشان يعملوا كوميونيكيشن مع بعض عشان يتواصلوا مع بعض، يعني مثلا هل في سيستم معين اوتوميتد سيستم بنستخدمه، هل مثلا ممنوع ان انا استخدم ميديا معينه، يعني ممنوع ان انا استخدم البيرسونال ايميل لازم استخدم الكومباني ايميل مثلا او الايميل الخاص بالاورجنايزيشن، البوليسيز او الفيديو كونفرنسنج اللي موجوده، ريكورد ريتينشن بوليسيز، هل في ريستريكشن مثلا على الريكورد ان انا ما اطلعش الريكورد بشكل معين، كل ده ممكن ان هو يكون واحد من البروسيجرز اللي عندي.
في procedures في مستوى أعلى بقى زي عمليات ال prioritizing و ال work authorization. دي ممكن تكون أعلى من ال project بس بتأثر أكيد على ال project نفسه. مثلا أنا عندي مجموعة من المشاريع على مستوى ال portfolio وعايز أن أنا أعمل prioritizing، أخد ال project ده ولا ال project ده، أو عايز أعمل authorization لل work نفسه. ال templates اللي أنا ممكن أستخدمها، وذكر هنا يعني أمثلة التمبلتس أكيد أوسع من كده في عملية الكنترول، بس هو هنا ذكر الريسك ريجستر، سجل المخاطر، الإيشو لوج اللي بسجل فيه كل الإيشوز اللي بتظهر عندي، التشينج لوج، معظم اللوجز دي هناخدها بعد كده. وإن كانت الريسك ريجستر يعني مش مونيتور وكنترول بس، الريسك ريجستر بيبدأ معايا من البداية من البلانينج، وأنا عمال أفكر كده إيه هي المخاطر اللي ممكن تكون موجودة وعمال أحاول أعمل لها أسسمنت، كل ده بسجله في الريسك ريجستر. فالريسك ريجستر زي ما هنعرف في شابتر الريسك يعني ماسك البلانينج، ماسك الكنترول، يعني ماشي معايا طول مدار المشروع. الستاندردايزد جايدلاينز او ورك انستراكشنز، تعليمات معينه مثلا، او ايفالويشن كرايتيريا، معايير معينه استخدمها عشان اتحقق مثلا ان البروجكت تم او المنتج ده مظبوط ولا لا. البرفورمانس ميجرمنت كرايتيريا، ايه الطرق اللي انا بستخدمها لحساب نسب الانجاز او لقياس البرفورمانس، كل ده واحد من الجايدلاينز مثلا او المعايير اللي انا ممكن تكون عندي في الاسيتس. عندي برضو البرودكت سيرفيس او ريزلت فيريفيكيشن procedures، هنلاقي ان الثلاثة دول اللي هم في تعريف البروجكت، المخرجات بتاعت البروجكت سواء product او service او result. ايه اللي عايزه فيهم؟ ال verification procedure، ال procedure الخاص بال verification. verification يعني تحقق، ان انا اتحقق فعلا ان السكوب اللي انا كنت عايزه تم، بغض النظر عن الكواليتي. الكواليتي انا كنت هبقى بعمل لها inspection طول ما انا شغال، يعني انا بعمل منشا مثلا مبنى، المبنى ده لحظه بلحظه عمال اعمل تشيك للخرسانات، تشيك لل او انسبكشن يعني للفينيشز، انسبكشن للالكتروميكانيك، لكن في نهايه بقى ما البرودكت تم وعايز اسلمه عايز اتاكد اعمل فيريفيكيشن هل فعلا السكوب، مش الكواليتي بس لا السكوب نفسه، فعلا كل حاجه اتنفذت. يجي الكاستمر بقى او الاند يوزر يستلم البرودكت ده عشان يبدا ان هو يعمل له اوبريشن او يشغله. وتيجي مرحلة بقى الكلوزينج والكلوجر جايدلاينز، ازاي ان انا اعمل كلوزينج مثلا او ايه الريكويرمنتس. الفاينل بروجكت اوديت، ازاي ان انا اعمل اوديت على الفاينل يعني البرودكت اللي طالع يعني. والبروجكت ايفالويشن، ازاي ان انا اقيم البروجكت اللي تم اللي قعد مدته سنه سنتين، كان ناجح ولا مش ناجح، الديليفربلز الاكسبتنس بتاعها، الكونتراكت كلوجر، ان انا لو كان في عندي تعاقدات معينه ابدا ان انا اقفلها. ونلاحظ ان في حاجه اسمها ان انا بعمل كلوزنج للبروجكت وكلوزنج للكونتراكت، كلوزنج للكونتراكت الاول وبعد كده كلوزنج للبروجكت بالكامل. لكن لو البروجكت ده متقسم مثلا مجموعه من المراحل فيزز، فانا ممكن اعمل كلوز للفيز دي لكن الكونتراكت لسه شغال، باعتبار ان الكونتراكتور اللي بيشتغل هيعمل لي الفيز دي وفيز ثانيه وفيز ثالثه بواقع نفس الكونتراكت، فساعتها مش هكون عملت كلوز للكونتراكت قبل كلوز للفيز. بعد كده النوليدج ترانسفير، انا محتاج ان انا النوليدج اللي كانت موجوده اللي اخذناها دي كلها وكان فيها ليسونز ليرند وكان فيها بروجكت دوكيمنتس وكان فيها مجموعه كبيره من الفوائد اللي استفدناها اثناء فتره المشروع، محتاج ان انا اعملها ترانسفير، والترانسفير يكون للبرودكشن او الاوبريشن، زي فكره مثلا الدروينجز بتاعت الاسبيلت، مثلا الاسبيلت دروينجز، ان انا ادي الناس بتوع الاوبريشن اللي هيستلموا المبنى وهيشغلوه اديهم الدروينجز الفاينل اللي هي الاسبيلت، ازاي اتنفذ المنشأ ده، اخر حاجة او اخر فيرجن من الدروينجز دي كانت عاملة ازاي، او حتى لو مش نفس اخر فيرجن انا عدلت تعديلات معينة، المهم الوضع الحالي as built عامل ازاي. كده خلص الجزء الاولاني، بدا يدخل على الجزء الثاني اللي هو الخاص بالنوليدج بيز او النوليدج ريبوزيتوريز او المستودعات بتاعه النوليدج بتاعه العلم اللي انا او المعرفه اللي اخذتها خلال فتره المشروع. ستورينج اند ريترايفنج انفورميشن بيتطلب او بيشتمل على العناصر التاليه. اول عنصر قالوا الكونفيجريشن مانجمنت، الناس بتوع الاي تي اكتر ناس يعني عارفين الجزء بتاع الكونفيجريشن مانجمنت، هو خاص بعمليه فيرجننج مثلا
مثلا ان انا اقول فيرجن 1 كانت الفانكشنز او الكونفيجريشن بالشكل ده، الفيرجن 2 مثلا، فيرجن 3 وهكذا. فلو حبينا ان احنا نطبق الكلام ده على الحاجات المعتاده في الشركه زي الستاندرد او البوليسي او البروسيجر، ده فيرجن 1 من البروسيس مثلا او البروسيجر بتاع هاو تو كرييت ا سكيدجول، هاو تو كوست تو ميك ا كوست استيميشن فور ذا بروجكت. كل ده انا ممكن اعمل له فيرجن، الفيرجن الاولاني اللي هو البيز لاين، بعد كده يبقى في ابديت ان انا محتاج، لقيت ان انا في عدم كفاءه في البروسيجر ده في نقطه معينه، فمحتاج ان انا اعمل ابديت معين. او زي ما بنشوف في الدروينجز عندنا، ممكن يبقى الدروينجز فيها ريفيجنز مثلا، الدروينج او المخططات او الرسومات بتاعه المشروع ممكن الاقي ان هي ليها فيرجن 00 01 او 02، باعتبار ان بيحصل تحديثات عليها، فمحتاج ان انا اكون متابع ايه التحديثات دي وايه اخر حاجه تعتبر ابروفد او اوثرايزد ان انا اشتغل بيها، وايه اللي هي الحاجات السوبرسيدد او اللي اتكنسلت ان انا خلاص الغيت مش هقدر ان انا اشتغل بيها. فده كله يكون من خلال الكونفيجريشن management. الفاينانشال داتا، اي فاينانشال داتا انا استخدمتها اكيد هتكون مؤثره بالنسبه لي، واي بروجكت تاني عايز ان هو يشتغل في نفس المجال هيبقى محتاج انه يرجع للداتا دي الفاينانشال، زي الليبر اورز، كان كنت بدي العمال الساعات بتاعتهم قد ايه، الانكورد كوست او التكاليف المتكبده، البادجت، الكوست اوفر ران لو حصل عندي اوفر ران معين عشان في البروجكت الجاي نتلاشى الكلام ده وما يحصلش، الهيستوريكال انفورميشن والليسنز ليرند اللي انا اتعلمتها خلال فترة المشروع، محتاج ان انا اجمع الداتا دي كلها في داتابيز معينة بحيث ان اي بروجكت جديد يدخل على اوتوميتد سيستم مثلا ويعمل سيرش على حاجة معينة، مشكلة معينة قابلته، ولتكن مثلا حاجة في السيفل ديفنس، انا مش عارف اعتمد السيفل ديفنس، طب في المشاريع القديمة يعني الدروس المستفادة ايه، كنت بتقابلوا المشاكل دي وبتحلوها ازاي، ايه البروسيس المعينة اللي اتبعتوها او حليتوا المشاكل دي مثلا ازاي، اي مشكلة بقى ابدا ان انا اعمل سيرش عليها في الداتابيز الخاصة بالشركة، والاقي ان المشكلة دي كانت واجهت حد تاني في مشروع من المشاريع وقدر انه يحلها بطريقة معينة. الايشو اند ديفكت مانجمنت، بيبقى عندي ايشوز معينه، مشاكل، بدءا من تعريف المشكله نفسها وان انا اقول ايه الحلول المقترحه، طب مين اللي هيتابع، طب اكتشفنا المشكله دي امتى، طب وصلت لايه حالتها، طيب بعد كده هل الايشو نفسها اتحلت، طب الحل كان ايه ومين اللي كان مسؤول عن الحل او قدم الحل، يعني باعتبار ان انا ايه ابقى عامل مانجمنت للايشوز بشكل فعال. المتريكس اللي انا كنت بستخدمها او استخدمتها في المشروع، المتريكس اللي هي القياسات، قياسات معينة على نسب الإنجاز، قياسات على الأداء، قياسات على الكوست، على الكواليتي، أي قياسات معينة كنت بستخدمها، ممكن إن هي تكون واحدة من الأسيتس اللي نحتاج نستخدمها في بروجكت تاني، فمحتاج إن أنا أجمعها في الريبوزيتوري بتاع النوليدج. البروجكت فايلز فروم بريفيوس بروجكتس او الملفات من المشاريع السابقه، دي واحده برضو من الاسيتس المهمه، سواء المشروع اللي انا بعمله او المشاريع القديمه، باعتبار ان انا اجمع كل الدوكيمنتس اللي كانت موجوده عند الدوكيمنت كنترولر مثلا، او عند في السيرفر مثلا في الريبوزيتوري او في المستودع الرئيسي اللي انا بجمع فيه المعلومات، محتاج الم البروجكت دوكيمنتس دي كلها. ويعني واحدة من البراكتسز اللي بننصح بيها مثلا ان انا احاول ارتبها بستاندرد معين، وليكن مثلا على نفس النسق بتاع الشابترز بتاعت البي ام اي، ان يبقى في مجموعة من الحاجات الخاصة مثلا بالاو بي اي، ودي تبقى مثلا واحدة من الفولدرز مثلا خاصة بالاصول التنظيمية زي البروسيس او العناصر دي، او واحد تاني خاص بالسكوب، ايه السكوب بتاع المشروع سواء كان في دروينج سبيسيفيكيشن او حاجات زي كده، الحاجات الخاصة بالتايم يبقى في فولدر خاص بالتايم سكادجولز او الحاجات الخاصه بالتايم، فولدر للكوست، فولدر للكواليتي، واحد تاني للريسورسز، وفولدر للكوميونيكيشن. كوميونيكيشن زي ما قلنا مش هتبقى بس موضوع المراسلات، لا، الكوميونيكيشن ريبورتس تعتبر كوميونيكيشن، الداشبوردز تعتبر كوميونيكيشن، البرزنتيشن تعتبر كوميونيكيشن، الفوتوز او الصور او الفيديوهات اللي انا بصورها للاعمال دي كل ده كوميونيكيشن، فالكوميونيكيشن اوسع بكتير من ان هي تتحصر في مراسلات يعني. وهكذا كل بقى البروجكت فايلز ان انا اجمعها وتبقى عندي جزء من الريبوزيتوري الخاص بالنوليدج بيس الخاص باصول العمليه التنظيميه.